بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، موجد الخلق والكون أجمعين، باعث نبيه بالهدى والحق إلى يوم الدين. فله منا صلاة وسلام تامين كاملين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بتحية الإسلام المباركة نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن شذى القدس المعطر نحييكم، فمساكم الله بالخير. ومن أجل القدس ومن أجل الأقصى ومن أجل الحق نناديكم، فالقدس في خطر والأقصى في خطر. حرر خطاك تحرر القدس. تحت هذا العنوان يسر ملتقى القدس الشبابي أن يرحب بكم حضورنا الكرام جميعا هنا في هذه الفعالية. وبعد أن استمعنا إلى أذان المسجد الأقصى المبارك، لن تطيب البداية بالقدس الشريف أرض الرسالات ومهبط الوحي إلا بآيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المهندس محمد أبو عريش، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم
أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر، وحق لهذا الحجر النطق فقد خاطب الفاروق عمر، عمر الذي حرر الحجر والشجر وأنقذ أهل القدس من ظلم المحتل والبشر فلم يبقي لهم ولم يذر. نتوقف مع كلمتنا الأولى في هذا الاحتفال مع كلمة المهندس عامر طباخي، وهو رئيس اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية شباب لأجل القدس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادة المهندس عبد الله عبيدات نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب راعي ملتقى شباب لأجل القدس، سعادة الدكتور عبد الله كنعان رئيس اللجنة الملكية لشؤون القدس أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الأستاذ المهندس طارق الشايع شباب لأجل القدس، السادة الشخصيات الوطنية والنقابية، الضيوف والإخوة والأحبة العرب والحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية ممزوجة بعطر القدس وعنفوان الشباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله جميعا في هذا الملتقى الشبابي المقدسي، وأخص بالتحية الشباب هنا وفي كل مكان، الشباب الذين نذروا أنفسهم جنودا للأقصى وسخروا طاقاتهم من أجل القدس، وإلى الشباب المرابطين المدافعين عن عقيدة هذه الأمة وليس عن مدينة فحسب. إن هذا الملتقى يعقد بتعاون بين جمعية رابطة شباب لأجل القدس وبين نقابة المهندسين الأردنيين الصرح المهني والوطني الذي نعتز به، وهذا الملتقى الذي تشرف بحضور شبابي قوي من الدول العربية والإسلامية للمشاركة في هذا الملتقى النوعي لخدمة قضية تجمع ولا تفرق، إنها القدس. وأي مدينة هي؟ هي القدس، هي ليست أولى القبلتين ولا ثالث الحرمين الشريفين فحسب، إنما هي عقيدة تجمعنا. فالشباب قوة للأوطان وعدة للأمم وثروتها وقادتها، فالشباب هم مقياس تقدم الأمم أو تأخرها، ومشاركتنا في هذا الملتقى تثبت بأن الشباب حاضراً بعقله وفكره وقلبه وقوته، يستنير طريقه من خبرة الشياب، خبرة الآباء والأجداد الذين ضحوا وثبتوا وما تنازلوا عن مقدساتنا، ونحن اليوم نحمل الراية للدفاع عن مقدساتنا. فكان هذا الملتقى الذي يركز على تعزيز الثقافة والمعرفة المقدسية لدى الشباب والتأكيد على مكانتها في الوجدان والاهتمام لتعميق الشعور بالمسؤولية تجاه قضيتنا المركزية، وتثبيت فكرة أن القدس قريبة من هنا وأن الفعل لأجلها وتحقيق النصرة ليس أمراً مستعصياً. فسيشمل برنامج الملتقى ندوات بعنوان مقامك حيث أقامك، سباقون إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى أين يقف بعد 47 عاماً من الاحتلال، بالإضافة إلى ورش العمل والرحلات التثقيفية المقدسية، وبمشاركة بنخبة من أساتذة متخصصين في الشأن المقدسي. فمن هنا كان شعار حرر خطاك تحرر القدس، بل هي رسالة للعدو الصهيوني بأنكم قد خسرتم الرهان، قد راهنتم على أجيال تنسى قضيتها، تنسى عقيدتها، فقد خاب وخسر رهانكم واعتقادكم. فإننا اليوم نزداد قوة وعددا وإيمانا بأننا قادمون وأنكم أنتم زائلون بإذن الله. كما أن سيادتنا الأردنية على المقدسات والمسجد الأقصى هي سيادة شعبية أيضا ولن نتنازل عنها، فكلنا معنيون بنشر الوعي والثقافة المقدسية. لذا نطالب بأن يتم اعتماد مناهج علمية حول مدينة القدس تدرس في المدارس والجامعات لتوعية الشباب حول أهميتها ومكانتها. ورسالتنا إلى الشباب الذين يشاركوا معنا في هذا الملتقى وسخروا أنفسهم في سبيل الدفاع عن القدس هنا وفي كل دول العالم العربي والإسلامي، نحن الأمل، فنحن سفراء القدس في العالم، نحن المستقبل، فالقدس تجمعنا، فسنلتقي على أسوارها ونصلي بمحرابها بإذن الله.
وهنا لا يسعنا في جمعية شباب لأجل القدس من هيئة إدارية وهيئة عامة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لراعي الملتقى سعادة المهندس عبد الله عبيدات نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب، وسعادة الدكتور عبد الله كنعان رئيس أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس والمتحدثون في هذا الحفل، ومن شاركنا في الافتتاح والمحاضرون ولنقابة المهندسين الأردنيين ولكافة العاملين فيها ولملتقى القدس الثقافي واللجنة التحضيرية والرعاة والداعمون وكل المتطوعين من الشباب على ما بذلوه من إنجاز وجهد لإعداد هذا الملتقى، ومرحبين مرة أخرى بضيوفنا الكرام والمشاركين معنا في هذا الملتقى الذي نسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا فيه النجاح وتحقيق الأهداف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمهندس عامر الطباخي رئيس اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى وأيضا رئيس الهيئة الإدارية لجمعية شباب لأجل القدس. في القدس بيت ككل بيت، في القدس أسرة ككل أسرة، في القدس حجر مبارك من أطفال الحجارة، في القدس احتلال هو أبشع ما يكون، في القدس صمود لا ولم يهون، في القدس مقدسية ترابط حول المسجد ورجال آخرون يرقبون، في القدس شموخ عنوانه الدهس بالدهس والبادئ أظلم، في القدس رسالة سمحة من سماحة الأديان، في القدس قلب يعيش هنا وينبض هناك. منا إلى القدس تحية، ولنتوقف مع كلمة المشاركين في هذا الملتقى مع الأستاذ طارق الشايع من دولة الكويت، فليتفضل. حضرة المهندس عامر الطباخي رئيس جمعية شباب لأجل القدس، حضورنا الكريم، السادة الأبرار، حملة مشروع تحرير الأقصى والقدس، أرض الإسراء والمعراج ومهبط الأنبياء، اسمحوا لي أن أرحب بكم في ملتقاكم ملتقى رابطة شباب لأجل القدس في أردن الرباط حاضنة القدس وفلسطين، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً، ونحمد الله عز وجل على اختياره هذه الصفوة من الإخوة والأخوات للعمل على نصرة المسجد الأقصى وعلى خدمته، وذلك من خلال تنفيذ كافة مشاريع الرابطة والعمل على إنجاحها بشتى الوسائل رغم التحدي والصعوبات. فعمل الرابطة يتعلق بهمم الإخوة والأخوات ودعمهم لبعضهم البعض، وأن الله عز وجل رقيب علينا وعلى أعمالنا، مما يستدعي منا النية الصادقة والهمة العالية في العمل وتنفيذ المشاريع. فالمنافسة القوية في العمل الشبابي باتت من الأعمال الظاهرة والبارزة اليوم في واقع الناس، وصارت الأمم والشعوب أفراداً وجماعات يتسابقون إليها. فكيف وإن كان التنافس والبذل والعطاء وتحدي الصعوبات في سبيل أرض الإسراء والمعراج وفي سبيل المسجد الأقصى؟ هنيئاً للمسجد الأقصى بكم، فقد جعلكم الله أنصار مسجده وحواريه، وبقيتم الثلة الربانية التي تحمل الراية، حيث تبذلون كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية وهي تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الغاصب رمز الضلال والظلم والغواية. تحية إباء وإكبار للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا لحسن استضافة ملتقانا هذا، وقد أشعرون بأننا أصحاب الدار، وها هم أعضاء رابطة شباب لأجل القدس يواصلون الليل بالنهار دعاء الواحد للواحد القهار، وعملا دائما لا يعرف الذلة والانكسار، وكأن المسجد الأقصى يقول فلنعم الأنصار ولنعم الحواريون ولنعم الإخوة والأخوات حاملي وحاملات الرايات، أنتم مني وأنا منكم. إخواني وأخواتي، حضورنا الكريم، علينا أن نجد ونجتهد ولنتألق ونتميز في عملنا التطوعي الخالص لوجهه الكريم من أجل تحرير الأقصى وأرض الميعاد وموطئ الأنبياء. وها أنا أضع بين أيديكم وصايا أذكر نفسي بها قبلكم لتحويل الأمة الراكدة إلى أمة رائدة، ومن أجل تحويل الألم إلى أمل وعمل، وإني لواثق أن النصر قريب. علينا بمتابعة دقيقة لمعرفة جوانب الألم في قضية الأقصى، وكأن المصيبة في قعر دارنا وبين أهلنا.
إحياء فكرتي أن تتطوع بوقتك ومالك وكل ما تملك لأجل المسجد الأقصى، ورفض كل أنواع التطبيع ومفاوضات السلام، إعلان المقاطعة التامة لكل ما يمثل صلة وصل وتواصل مع الكيان الصهيوني، ورفض كل أنواع التطبيع، وذلك حقنا لدماء إخواننا المرابطين في أرض القدس، تبني منهجية الاقتصاد في الكماليات والتوسع في الصدقات لمساندة أهلنا في القدس ودعم صمودهم في ساحات المسجد الأقصى، إحياء وتفعيل ثقافة التفاعل الإلكتروني لبيان الوجه القبيح للكيان الغاصب مع إبراز حق الأمة في مقدساتها وتشويه الحقائق التاريخية، أن يقوم النخبة من خلال تفعيل دور الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب برد الشبهات التي يثورها الصهاينة حول حقيتهم في أرض فلسطين وخرافاتهم المزعومة في موضوع الهيكل، التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة للتوصل لعملية ضغط سلمية من أجل توسيع رقعة المعرفة بما يحصل بأرض الواقع في مسجد الأقصى، إيجاد خطط استراتيجية ومنهجيات جديدة في تطوير العمل التطوعي من أجل التميز والأصالة واستثمار المشاريع والتسويق لها لصالح القدس، دعم وتبني معارض ومناشط في دول الغرب خاصة بشكل دوري أو سنوي لتبيين حقيقة اعتداء الكيان الغاصب على الأرض والحجر والبشر، السعي الحثيث من أجل إنجاح عمل الرابطة وتفوقها وتميزها وإبراز ذلك لكل أطياف المجتمع، ودوام التضرع والابتهال إلى الواحد القهار والصيام والقيام والبذل والإنفاق والدعاء والقنوت، أن ينصر الله المسلمين وأن يحمي الأقصى من عدوان الظالمين. حضورنا الكريم، في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر نقابة المهندسين الأردنيين وعلى رأسها سعادة المهندس عبد الله عبيدات نقيب المهندسين الأردنيين على حسن استقباله ودعمه ملتقى القدس الشبابي، وشكرنا موصول لتلك الثلة العاملة الصابرة المتميزة جمعية شباب لأجل القدس لنجاح هذا الملتقى المتميز، ونسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك ببركته وأن يؤلف على الخير قلوبنا ويجمع شملنا ويبعد شرور عنا ويحفظ المرابطين من المحن والمصائب وأن يثبتهم، والحمد لله رب العالمين. طيب الله الأنفاس الأستاذ طارق الشايع، كلمة المشاركين في المنطقة والتي قدمها وهو ضيفنا من دولة الكويت، مرحبا وأهلا بكم جميعا. هي القدس قبلتنا الأولى وعنوان وحدتنا الذي لا يخيب، ولأجلها واجب النصرة يسطع للقريب والبعيد، فواحد منا قد خصه الله تعالى بالرباط، وآخر بالصلاة، وثالث بالدعاء، ورابع بزيت يسرجه في قناديل المسجد المبارك، ومنهم من قدم كل ما يملك من وقت وعلم وتقنية وعلاقات ودعاء وصدقة حتى يأذن الله تعالى بالفرج ويعلو صوت النداء المرتقب حي على الجهاد. ماذا عنا؟ ماذا قدمنا وماذا بإمكاننا أن نقدم في الأيام المقبلة؟ سنتوقف نحن وإياكم مع هذا العرض لهذا الفيديو والذي يتحدث عن مدينة القدس. عندما تكون هي قلب العالم ووجهة الأديان ومحط أنظار العالمين، فإنها القدس. من ساحل فلسطين الغربي وباتجاه الشرق عابرين السهل الساحلي باتجاه المرتفعات الجبلية على أعلاها قمة تبرز القدس، من أبوابها السبع لك خيار العبور كشأن التاريخ الذي عبرها عبر آلاف السنين. طالما كانت تنبض بالحياة والتعايش
فيلبو الصهاينة على سورها الغربي محرفين البراق إلى المبكى. ويمنع الفلسطينيون والمسلمون إلا القليل منهم من أداء صلاتهم في معراج نبيه. ولكن تبقى القدس رغم كل ما يحيط بها قلب العالم النار ودرتها المسجد الأقصى المبارك. أقصانا لا هيكلهم بالروح بالدم نفديك يا أقصى، تحرك قبل أن يتحرك المسجد. كلها شعارات قلبية تصب في فلك القدس، مدينة عربية إسلامية أبدية. نسأل الله أن يعيننا جميعا على أن نكون جزءا من هذا الدور. حرك خطاك تحرر القدس. في حفل انطلاق ملتقى القدس الشبابي نرحب بكم من جديد حضورا الكرام. ودور الكلمة الآن إلى فضيلة الداعي الإسلامي الدكتور أمجد خوشة ليرحب بالحضور والمشاركين بهذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الإخوة والأخوات الأفاضل، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزى الله خير الجزاء كل من كان منكم ممن أسهم في هذا الجمع الكريم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم. أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته بالنوايا التي جئنا بها إلى هنا، اللهم آمين. لأن الوقت جد قصير ومطلوب مني أن أتحدث بحوالي الدقائق السبع أو الثماني تحت عنوان دور الشباب في تحرير القدس، كان لابد من الكلمات التالية أرسلها عبر محطات. رأيي أن المحطة الأولى للشباب إذا أرادوا تحرير القدس، والتي ما ينبغي أن تغيب عنا ونغيب عنها، أن قضيتنا الأولى ليست القدس ولا المسجد الأقصى، بل قضيتنا الأولى هي الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتدأنا من هذه النقطة، نحن نمتحن في هذا العصر بامتحان مع قضيتنا الكبرى. قضيتنا الكبرى موقفنا من الله. قضيتنا الكبرى ماذا يعني أمر الله لنا؟ فالذي جعل للشجر وللحجر مكانة هو الله ولسنا نحن. لذلك من هنا ننطلق، ومن هنا تتصحح مسيرة الشباب. دليلي على ما أقول حديث حبيبي وحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم واحد. وكلكم يعلم أن مكة وما في مكة أعظم عند الله من القدس وما في القدس. فإن كان هدم الكعبة التي هي رمز أكبر عند الله لا شيء مقابل حرمة دم هذا المؤمن، فإذا قضيتنا هو أمر الله. من هنا نبتدئ امتحاننا، أو من أعظم امتحاناتنا القدس، موقفنا من القدس. ما الرسالة التالية للشباب حتى يسهموا في تحرير القدس؟ أقول المحطة التالية هي أن يتحرر الشباب من الوهم. فإن لم نتحرر من الوهم الذي صنع لنا فلن نتحرك. طبعا بإمكاني أن أنطلق من الحروب الصليبية، وبإمكاني أن أنطلق من الاستعمار البريطاني، لكني أحببت أن أبتدئ أو أن أنطلق من سقوط الخلافة. منذ سقوط الخلافة العثمانية إلى الآن، وتمارس على الأجيال عبر الأجيال،
مسح ومسخ فكري لتخرج أجيال لا علاقة لها بما ينبغي أن يكون لها علاقة. ومن أهمها ألا يعرف الإنسان دوره في هذه الحياة، لكن فضل الله العظيم علينا يأبى ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. التحرر من الوهم أحبتي، ومناسبته بالنسبة لي أن الله قد أكرمنا بواقع عملي، مورست علينا أفكار عجيبة بعثية وماركسية وشيوعية وقومية ووطنية وكل الإية إية إية التي سمعنا ولم يسمع بها الكثيرون وسمع بها أجيال، كلها تهدف بالخلاصة أن تمسخ هذا الشاب عن مكانته الحقيقية وموقفه الحقيقية، عن لا إله إلا الله بكامل مضمونها. قد أكرمنا الله في السنوات الثلاث الماضية فنزعت الأقنعة، وقدر الله لجيلنا ولجيل الشباب، الشباب لم يتسن لهم أن يشهدوا ما شهده جيل الصحابة. الصحابة ومن كان قريبا من أجيالهم عاشوا التنزل، فعاشوا، كانت الآية تتنزل عليهم فيفهمون معناها لأنهم كانوا يعيشونها. حينما نزل قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم لم يكونوا يتلونه في يتلون الكتاب في رمضان وهم يبكون، بل كان يتنزل عليهم وهم في موقع وفي موقف، إما الموت أو أن تصدق بتلك اللحظة، فتأتي الآية فعاشوها عيشة حقيقية تجسدت بهم وعاشوا بها. وكل المواقف الأخرى، بدر ذهبوا بنية ثم حصل موقف آخر، ثم جاء زعيم من نسأل الله أن يرضى عنهم، يا رسول الله ولك أنك تقصدنا، سعد رضي الله عنه. حينما عاشوا هذه المعاني رضي الله عنه، يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. عاشوها بمعنى خاص، نحن لم يتسنى هذا، نحن جاءتنا رسالة نظرية نعيشها نسمعها نحفظها. أكرمنا الله في السنوات الثلاثة فيما يسمى بالربيع العربي، بغض النظر عن رأيي ورأيك أهو صناعة أم أنه قدر، من بركات ما جرى في السنوات الثلاث انكشفت الأقنعة. لم يكن كثير من الشباب ومن غيرهم يعلمون من المنافق من الصادق، كثير منا لم يكن يجرؤ أن يتهم المنافق بنفاقه لأنه لم يكن يعلمه أصلاً. أما وقد أكرمنا الله بزعماء ورؤساء وقيادات ومنظمات وأناس كبار وصغار، ذكور وإناث، مؤسسات إعلامية ضخمة، أموال، كبار صغار، شركات مؤسسات انفرزوا، فعشنا المعنى الذي عاشه صحابة أحد يقينا، وهو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد ميز الله لنا جزءا من الخبيث والطيب فيما نعيش، لذا بقي لم يبق لنا حجة ألا نكون متحررين من الوهم، بل يجب أن تقادر ويجب أن تعلم أنه يوجد أمامك منافق ويوجد صادق ويوجد مؤمن. الفرز، عشنا مرحلة التميع أحبتي في الله، ميعونا بموضوع النسبية، كله يصير كله صح، ما حدش أحسن من حد، كل من على دينه والله يعينه، كله أبيض أسود رمادي، لا لا لا، هذا حق، هناك حق وهناك باطل، وهناك حرام وهناك حلال، وهناك صح وهناك خطأ، وهناك كافر وهناك مؤمن، وهناك جنة وهناك نار، والجنة لها ناسها والنار لها ناسها. لذا أخاطب الشباب، وإذا نأخذ بقول الدكتور طارق السويدان، الشباب من 15 إلى عمر 99، فإن شاء الله كله في القاعة شباب بإذن الله، حلو يعني بتفرح شوية. أصحاب الشيب لعلهم يعتقدون أننا لا نخاطبهم، والشباب روح وقلب ونفس ومعنوية وليس جسدا، فكم من شاب في العشرين ربما متهالك لا يستطيع أن يمشي، وصاحب السبعين أكثر منه همة، وأقصدها فعلا ولست أمزح بها. أما ما تليه من الرسالة، من مطلوب من الشباب؟
يجب أن يعرف الشباب بعد هاتين القضيتين أن قضيتنا الأولى هي الله، ونحن ممتحنون الآن عبر بوابة الأقصى والقدس وبوابات كثيرة. والنقطة الثانية أن أتحرر من الوهم. النقطة الثالثة، يجب أن أكون متيقناً ومنتبهاً أني صاحب مشروع. بمجرد أني قد وقعت ضمناً ثم إدراكاً على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنا صاحب مشروع. بقي مشروعي هو أن أعبد الله كما يريد، وأن أعبد ما تحت يدي لله، بمعنى أن أجعل كل ما تحت يدي تحت مشيئة الله. ينبغي أن أحدد موقفي في هذه اللوحة الفسيفسائية، ما هو دوري ضمن هذا المشروع. في هذا السياق موضوع تحرر من الوهم ودوري يحضرني ربعي بن عامر. لن أعلق بل سأستشهد من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربعي ربما في أحسن أحواله رضي الله عنه قبل الإسلام كان أعرابيا تائها في الصحراء، بعد أن دخل المفهوم الجديد وتحرر من الوهم الذي كان عليه العرب. العرب كانوا يعيشون تحت وهم ماذا؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عندك قرش تسوى قرش، من قبيلة وعائلة كبيرة إذن أنت محترم، من قبيلة وعائلة لا قيمة لها إذن لا قيمة لك. لذلك أكل القوي الضعيف، لذلك استعبد الضعفاء، لذلك أهينت النساء، لذلك وئدت النساء. ولذلك لما جاء التصور الصحيح وتحرر من الوهم وعرف دوره، جاء هذا البسيط الذي لم يكن يحسب له حساب، بل لم يكن لكسرى والفرس ولا للروم وهرقلهم من مكانة واعتبار لأكبر كبائر للكبار من القبائل العربية. فجاء وتعرفون قصته، فذهب يتحدث باسم المسلمين جميعا، فأهان الفرس بدوسه بفرسه على سجادهم، وفيها رسالة دبلوماسية، ثم غرز رمحه في السجاد ورسالة أخرى من العزة والكرامة، ثم مشى، ثم أبى أن يجلس في الأسفل إلا أن يجلس بجانب كسرى. ثم لما ترجم الترجمان ما الذي أتى بكم، ولعلي بكسرى كان يظن أن هذا الأعرابي قد جاء مع الأعراب يطلب شيئا من القمح أو الشعير، أو لعله يطلب شيئا من الزاد ثم يرجع ليأكل ويأيد البنات، ثم يغزو غزوة ينام بعدها شاربا الخمر. هكذا كانوا يظنون، لم يعلموا أن قانونا جديدا كونيا قلب الكون كله قد نزل عليهم وجاء هذا به. تحددت الصورة عنده، تحرر من وهم استعباده للدنيا، فجاء وأعلن رسالته الرائعة التي تسطر بماء الذهب. ما الذي أتى بكم؟ جاءت الصاعقة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا تحرر من الوهم وعرف دوره ضمن الرسالة. شبابنا يجب أن يتحرروا من الوهم ويعرفوا دورهم كل في مكانه، ولعل محيثيات هذا المؤتمر مما يعين على هذا بإذن المولى عز وجل. وفي النهاية أختم بدور الشباب في تحرير القدس والأقصى وتحرير المسلمين والإسلام، بل تحرير المستضعفين في الأرض كلها. يا إخوة، لابد أن نتذكر ما دامت قضيتنا الكبرى هي الله، فنحن مشروعنا ليس القدس والأقصى، بل مشروعنا البشرية جميعا على سطح الأرض. هناك مستضعفون من غير المسلمين ينتظروننا، الشركات الكبرى والاستكبار والصهيونية والحقد العالمي والتكبر، تلاميذ إبليس، جند الشيطان كله يعمل ضد كل الخير لا ضد المسلمين فقط. في النهاية علو الهمة، يجب أيها الشاب أن تكون صاحب همة، قياسا على قول الإمام الشافعي لما قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي. من أن أراد أن يدخل على الله إلى فردوسه عبر بوابة القدس أو الأقصى أو بوابة الشيشان أو بورما أو سوريا أو مصر أو البشرية جمعاء، عندنا أماكن كثيرة نطير إليها لنخدم دين الله، فلا بد من علو الهمة. وأعطي مثالا أختم به على علو الهمة لعله يلخص كثيرا مما كنت أقول. قيل في قصة لعلها تكون رمزية أو حقيقية لا يهم، أن مسؤولا عن موقع إنشاءات ضخم لبناء ناطحة سحاب، جاء هذا الرجل المسؤول فرأى ثلاثة من الرجال يكسرون الحجارة التي ستستخدم في البناء بين كل واحد والآخر بضعة أمتار. فسأل الأول: ماذا تفعل يا هذا؟
قال: ألا ترى يا سيدي، أنا أقوم بتقطيع الحجارة كما أمرني سيدي. ثم ذهب إلى الذي يقطع الحجارة، قال: ماذا تفعل؟ قال: أنا يا سيدي أرسم لوحة فنية جميلة، يقصد ناطحة السحاب. ثم ذهب إلى الثالث، قال: ماذا تفعل؟ قال: يا هذا، ماذا دهاك؟ ألا ترى أنا أبني ناطحة سحاب؟ أما الأول فرأى نفسه عبدا، فكان جوابه: ألا ترى يا سيدي أقطع كما أمرني سيدي. أما الثاني فرأى نفسه فنانا، لذلك قال: أرسم لوحة. أما الثالث فرأى نفسه صاحب المشروع كله. قال: أنت إيش بتقول أنت؟ بتضيع وقتك معاي؟ أنت بتهيني، وشو مالك يا زلمة على قولتنا؟ ها، أين أنت؟ كيف تجرؤ؟ أنا أبني ناطحة سحاب، مع أن الثلاثة يقطعون الأحجار. لذلك المسلم ينبغي أن يرى نفسه سيد الكون بأمر من رب الكون الذي خلق الكون له ليسخره ليطوعه لله، بها يحرر الشباب الأقصى بإذن المولى عز وجل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم. مع كلمات الدكتور عبد الله كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، فليتفضل. أنا كنت محضر كلمة مطبوعة من شان أختصر الوقت وأقرأها، لكن بعد أمجد قرشة بطلت، بخلي الرابطة تطبعها وتوزعها على المؤتمر، ورح أحكي هيك باللي بيطلع من عندي. اسمحوا لي بداية أن أحيي أهل القدس الصامدين الصابرين، أهلنا في فلسطين، تحية إجلال وأكبار لهم. واسمحوا لي أن نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل القدس ومن أجل فلسطين منذ 48 حتى الآن. لذلك سررت حينما تلقيت هذه الدعوة لألتقي بالشباب، والله يجبر خاطر أمجد برشا وطارق سويدان، يعني اعتبرنا من الشباب نحن. الشباب طبعا هم عماد الأمة، الشباب هم أمل المستقبل. لماذا نخاطب الشباب؟ لماذا نذهب إلى الجامعات والمدارس من أجل أن نخاطب الشباب؟ لكي تبقى القدس وفلسطين في صدورهم وضمائرهم. لهذا نخاطبهم، نخاطب الأجيال. وكل ما يخيف الصهيونية العالمية وحكام إسرائيل يخيفهم هؤلاء الشباب الذين لم يلدوا في فلسطين ولم يلدوا في القدس، لأنهم يرون فيهم الخطر الحقيقي والتهديد لتحرير القدس وفلسطين منهم. كانوا يراهنون على موت من ولد في فلسطين وهاجر، ومن ولد في القدس وهاجر، وسيتنسى الأجيال القادمة. لكن عندي حفيدة عمرها بشرفي 3 سنوات عم تحكي مع أختها، بتقلها في يهود كويسين، في يهود مو كويسين، لكن إسرائيل بكرهها. عمرها 3 سنوات. هذا الطفل، هذه الحفيدة الصغيرة تطلع وقصة فلسطين في وجدانها وضميرها وعقلها. هكذا سنربي الأجيال، سنطعم أطفالنا ونرضعهم حب فلسطين والقدس كي يكونوا هم بناة التحرير في المستقبل إن لم نحررها نحن. لكل من عاصر حرب إنقاذ القدس وحرب فلسطين وقرأ التاريخ جيدا، فدماء الشهداء من شتى بقاع الأردن جبلت تراب فلسطين والقدس، فحيا على هؤلاء الشهداء وبارك الله فيهم، وأظن أن الجنة بإذن الله هي مثواهم. لما كانت القدس أيتها الأخوات والأخوة
بقدسها ومقدساتها. بالنسبة للأردن شعبا وقيادة وحكومة، قضية وطنية وقومية ودينية وإنسانية، ارتباط الأردن بالقدس ارتباط عقائدي وطني ديني، ارتباطهم بالقيادة الهاشمية هكذا. لذلك نحن قد نختلف عن الآخرين في علاقتنا بالقدس. احنا أصلاً كلياتنا سكان بلاد الشام وحدة واحدة، لكن سايكس بيكو فرقتنا وآمنا فيها وتمسكنا فيها. لكي بالإضافة للي تفضل فيه الأخ الدكتور أمجد، الأجيال يجب أن تؤمن وتحفظ ما يلي. الأقصى يدخل في صميم العقيدة ويجب أن يتحرك. رسالة عمان هي النموذج لتعريف العالم بحقيقة ديننا الإسلامي الحنيف، دين المحبة والتسامح والتعايش الديني ونبذ التعصب والعصبية والقبلية والجهوية والطائفية والعنصرية. ضرورة تثقيف أبنائنا منذ نعومة أظفارهم، كما ذكرت لكم عن الحفيدة الصغيرة والأطفال الصغار. في اللجنة الملكية لشؤون القدس خاطبنا وزير التربية والتعليم، خاطبنا وزير التعليم العالي، خاطبنا الجامعات كلها، خاطبنا اتحاد الجامعات العربية من أجل تدريس وإعادة تدريس القضية الفلسطينية وتدريس القدس. واستجابت لنا الجامعات الأردنية، واستجابت وزارة التربية والتعليم، واتحاد الجامعات العربية أخذ قرار للتعميم على كافة الجامعات العربية من أجل تدريس مادة القدس، وخاطبنا منظمة التعاون الإسلامي من أجل تدريس مادة القضية الفلسطينية والقدس، لكي تبقى القدس في ضمائر ووجدان الأجيال. أنا كنت في مؤتمر في تركيا، ونتيجة لما سعينا إليه أعلن مندوب وزير التربية والتعليم تدريس القضية الفلسطينية ومادة القدس إجبارية لكل مراحل التدريس في تركيا. فتحية لوزير التربية والتعليم التركي. عضوية إسرائيل كلكم بتعرفوا، بديش أحكي شغلات لكن عم بذكركم فيها حتى الأجيال تحفظها، كانت مشروطة. على الرغم أن القرار 181 كان قراراً ظالماً بإنشاء وطن قومي أو دولة لليهود في فلسطين، لكن كان مشروط قيام دولة عربية إلى جانب الدولة اليهودية. ولم تقبل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلا عندما وافقت على القرار 194 الذي يعطي حق العودة وللاجئين الفلسطينيين. بعد ما أنشئت الدولة ضربت بعرض الحائط في كل القرارات الدولية، ومئة قرار وقرار من مجلس الأمن، من الجمعية العامة ومنظماتها، كلها تدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية التي احتلت 67، وتدعو إلى حل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194. إسرائيل ترفض، إسرائيل لا تستجيب، تتحدى الشرعية الدولية وتضرب بعرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لماذا؟ لماذا إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون؟ لماذا؟ لأن هنالك دولة كبرى مع الأسف الشديد تدعم إسرائيل وتقف إلى جانبها، وهي دولة عظمى إلى جانب بقية الدول التي أنشأت إسرائيل ووضعتها في قلب العالم العربي.
لكي تكون مهمتها ووظيفتها التفريق بين أبناء الأمة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج؟ لماذا ترفض إسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية؟ لأن الفيتو الأمريكي لكل قرار يدين إسرائيل بالمنصب. الفيتو الأمريكي هو سبب تعنت إسرائيل، الفيتو الأمريكي هو سبب عنجهية إسرائيل، الفيتو الأمريكي هو سبب الاستيطان في فلسطين وفي الضفة الغربية، الفيتو الأمريكي هو سبب العدوان على الأقصى وتجرؤ المستوطنين والمتطرفين بالعدوان على الأقصى والمقدسات وعلى كنيسة القيامة. الفيتو الأمريكي هو السبب في الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء المتطرفون وتمارسه حكومة إسرائيل. الفيتو الأمريكي يصنع الإرهاب في فلسطين، والتحالف الدولي أنشئ لمحاربة المنظمات الإرهابية. هذه المنظمات نحن مع هذا التحالف ولسنا ضده، ولكن لماذا لا ينشأ تحالف دولي من أجل إيقاف الإرهاب الصهيوني الذي يمارس على الشعب الفلسطيني؟ هذا هو مطلبنا، الإرهاب الصهيوني في فلسطين وفي القدس من أبشع الإرهاب الذي يمارس في العالم. ماذا يقول الرئيس الأمريكي كارتر في كتابه سلم أم أبرتايد؟ يقارن الرئيس الأمريكي كارتر بين عنصرية إسرائيل وعنصرية جنوب إفريقيا، ويقول في كتابه بأن عنصرية إسرائيل أشد وأعنف وأشرس وحشية من عنصرية جنوب إفريقيا. ماكس برومنتال كاتب صحفي يهودي من أصل يهودي، والده يعمل مع الرئيس كلينتون، كان في البيت الأبيض، ألف كتاب اسمه الجالوت. بهذا الكتاب يفضح العنصرية الإسرائيلية والوحشية الإسرائيلية، ويقول أن التاريخ لم يسجل وحشية وعنصرية وظلما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعب أعزل من السلاح. ووضع في هذا الكتاب المؤلف من 400 صفحة كل فضائح إسرائيل، آلاف الأسرى موجودين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذا واحد انسجن أو أسر في دولة أخرى بتقوم الإهانة. بعت لي إنذار بالتوقيت، راح أختصر. صموئيل بورغ حفيد إبراهام بورغ رئيس الكنيسة الإسرائيلية ألقى كلمة، كتب كلمة ومنع من إلقاها، منعته السلطات الإسرائيلية في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وقرأت عنه، يقول فيه وداعا للصهيونية ووداعا لإسرائيل، من كثر ما شاف بشاعة ووحشية ممارسات سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. البعض يسأل هل قرارات الأمم المتحدة إذا مدام لا تنفذ ولا تستند إلى فرض عقوبات على إسرائيل في فائدة منها؟ الجواب صح، في فائدة منها إذا العرب، إذا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أحسن استخدامها، لأن هذه القرارات تعطيهم شرعية إجبار إسرائيل على الانسحاب و إيقاف هذا العدوان والإرهاب الصهيوني الذي يمارس على الشعب الفلسطيني. بما أنه أنذرني بدقيقتين، هذه ورقتي بتبقوا تقرؤوها، وبدي أروي قصة لماذا الأجيال
والتربية هي الأساس في نهضة الأمم. في معركة ينا سنة 1806 اندحرت بروسيا كلياً أمام جيش نابليون، مع أنه فريدريك الثاني جعل بروسيا دولة عظيمة بالاقتصاد وبالتجارة وبالصناعة وبالثقافة، ولكن اندحرت أمام نابليون. ماذا فعلت بروسيا؟ أخذوا قرار الاهتمام بالأجيال وبالتعليم، اهتموا بالمعلم، اهتموا في الجامعات وفي طلاب الجامعات، واشتغلوا عليهم شغل ممتاز. في سنة 1813 دحرت بروسيا فرنسا وانكسر نابليون، وقيل عند ذلك لقد انتصر المعلم. أنتم أيها الشباب ستنتصرون، وأنتم ستحررون فلسطين والقدس وتعيدونها كما كانت عربية إسلامية مسيحية حرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة راعي هذا الاحتفال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات، وهو رئيس اتحاد المهندسين العرب وأيضا رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عطوفة الدكتور عبد الله كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الأستاذ طارق الشائع من الكويت، الزميل عامر طباخي رئيس جمعية شباب لأجل القدس، الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بالجميع. ولا بد أن أرحب كذلك بدكتورنا وعلمنا الدكتور رؤوف أبو جابر وسعادة النائب محمد الدكتور محمد الحاج ونقيب المعلمين الأستاذ حسام مشة القدس والأقصى، وأنتم في هذه التظاهرة توجهون رسالة للعالم، أيها العالم الذي لا ينتبه إلا لمصالحه ومصالح الغرب واليهود، ولا ينتبه إلى حدوث حرب دينية بسبب ممارسات العدو الصهيوني في مدينة القدس وفي الأقصى بالذات، لا تجتمعون حتى لتستنكروا، وإذا ما استنكرتم فإن الفيتو الأمريكي جاهز. أيتها المنظمات الإسلامية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي، أين اجتماعاتكم وأين قممكم لتناقش الوضع في القدس وفي الأقصى؟ أيها العرب، أين جامعتكم جامعة الدول العربية لتناقش الوضع في الأقصى؟ لقد متتم بأمر من دولة الاحتلال، ولكننا نقول بأن الشباب يقول لا، نحن الطليعة الحية التي سوف نناقش كيف ننهض بمدينة القدس وكيف ننهض لنحرر المسجد الأقصى ونحرر الكنائس والمساجد في مدينة القدس المقدسة. فبورك هذا الجمع وبورك ما سوف ينتج عنه من توصيات، ونحن في نقابة المهندسين سعيدون على أرض الحشد والرباط. هذا البلد الأردن هو معبر التحرير ومعبر للصحابة، وهو طريق الإسراء والمعراج، وهو طريق عمر بن الخطاب الذي فتح القدس، وهو طريق صلاح الدين الأيوبي الذي حررها. نقول بأن الأردن شقيق فلسطين وعمان توأم القدس يرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم، راجيا من الله أن توفقوا لعمل برنامج عملي لاستنهاض هذه الأمة، فأنتم قيادتها وأنتم تملكون لغة العصر، وأنتم الذين سوف تفعلوا الجميع، لأنكم تنتشرون في كل الجمعيات وفي كل النقابات وفي كل المؤسسات، فلتكونوا قوى ضاغطة شعبية لتحرير المسجد الأقصى، لأنه لا حياة لهذه الأنظمة ولا لهذه المنظمات الدولية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.